بسم الله الرحمن الرحيم قدبدا ان ايدي كوغهينو وها كاميدا حوتينتا او ويرردي اوغو دنبيي اي جيستين كو سو ريدي ميد كاميدا دياردها اوغو عسيرسن اوغو قاليسن مريكانكا خيلي اي وعد كو مارين اني سي خوجينيان هاولغلدا اي ودان بريتن او كفكريسا ان عيدكودا هاولغل اي كفليان مريكا قزا هدبا هاولغل كان مخو يهي ما هاسي اوجدد لغي ليهي اي تاهي اسرائيل وحي سي ودا ويرضى يكوها يسمريكا قزها بيريد فلسطينيين تأيا كورتي وحي عيدك إسرائيل شيغيان إن إسكود ديارينا يعني غروف ميلتريه أو أيكو قادان مقارا دا رفا قدبادان يكوها كلي أو فاهفاسن يفرقين تأيا البرامج كايدين كوها هنا محمد محمد عدو برامج كسكسو دوي أيا قاسك كوشرا محمدان كوب لون قدبادا وراكو قوة أوي داعي سريع وآه أفايينكا ميلتريك حوتيين تا أيا شيغي إن أي وحيين لو قيستين مركب سريد دقالة سون الردين ديارد نوع درون كلوي غانا ومريكو كلوي يالي لذا MQ سقال بحانا موغتا إن أي حوتين تكبوان تاين أي تاقيران ولا يلوه دا فلسطينيين تا دقال كارحان دردا إسرائيل كويسو وحا إن تعلير إن حوتين تا أي برتلمامات سدين بدا عاس مركب كان مريي 6 سنة ودنتار كو حلالي لنا عكالي كو هجينكا وزير كاريما ديبتي حوتيين تا حسين العزي ايا حقيجي ان يمن اي اكسون تهي مؤامروين كا او مريكن كو شقين ايو كردن كا ودن كا يمن وحونا كتل مامي ان لغلح حساب تمدونا وحا او كشاقي تقني ماذا ومريكن كمليغي برتيسا اكس وغرلو اقوان جل تويتر ايا العزي وحا اكوان جبين دورد مريكن كا اي نقون دون تميلا اوود ورهين ان اي ميل امانا كهشو قبل كا هدي اي سميسو تلابوين كا اكوان جبيسو وان هوس تكحريقي ان دنيهي دا اي نقون ايان كو برتلمامات ان نقون ايان لماان شعور تعالم كي حرطة مدعوينها ودن كي إيران إبراهيم رئيسي أيا شيغي إن إيران آنان عنا غابتين تأرير قلبيت كي مؤامروين كي ودان أين كوغو أدومين كرين ودن كي إيران تاسنا أين غندون تميد قول درهيستا وحانا أمان مدن بوليهي كالسوني دا إيه أتكيسي ودن كي إيران رئيسي أيا كتل مامع عنا غابتين تا كردن كا قلب كميل التريقة مرايكن كاين اي تاي قلب كميل التريقة اين اي تاي مد آنان كيرين دقار ايران وحا اي ماريسي ان اي مدد دير حانباغا لغو سورغو يغدان اي كسو قبطو وحوالبنا اي ايادا اسكيد اسو سارتو سيدا اي كمرقاتك اين مامولو اسحيكيكي او مرايكنا وحانا أي أقبلين مريكن كلفتر كيسا يوليه هاي إن أي كوكول درهستين بريشر كا أما عدادس كا ولله عدادس كا إيران سارة يانا وعنا قبطين تاين وحتر يلان واي إذا ماذا إسرائيل أي ولي وضاء ويرر كا كردن كا مرينك غزاء مالنتي لابو بغلية شنات وحانا أي دغينيان ديغانا كم إذا مرينك غزاء وحا أي جيستين أفر حسوق وعصب تاسو هرسي دين إنتان صدن إيا لابو قف أفرقاتن كساعر صلاف لمشاهد قد إلى أي إنت دغينتا أي كبلو ذا إسرائيل مرنك غزاء وحا أي كبلو ذا هاي سدح كن إيا سدني أفر كن إيا أفر بقول أو شهيدي إيا سدوا بقول سدواتن إيا سدوا كن إيا شم بقول دواد أو دواعمي إلى أي وحي قدن بيهي ويركي بوفانتا الأقصى أكتوبر سدواتيد لأنك قاله إذا ماذا بريتن ايا waxa loo xil saaray in ay hawlgal gargaar gaarsiina ay qasa ka fuliyaan iyagoo gaadiyaga doonaba leeyahay dakad macmala oo mareykanku ka dhisay ciidanka mareykanka ay ka dhisayaan qasa sida loo sheegay baahinta mareykanka saraakiisha xukuumadda britain ayaa ka gaabsaday inay faafayn dheeraad ka bixiyaan saatay warbaahinta mareykanka ayaa soo xigtay xukuumadda britain in ay ka barandagayso ina ciidda magiiso wada baabuurta waaweyn ee samafalka qaadaya ee marsiin iyo degadaasi macmalka ee Mareykanka oo hadda xeebta ka dhisayo
وان كرسمي قال لكن ولي لما قادن يهندسها رئيس وزارهنا ولي وح وراء كما سو صارين ريشي صناع أعود أن كبلا ونو أن مريك قزع أن كبلا ونو أن إسرائيل وحيسكو ديارني ساواري ليا رفح أن برامشكي برامشكا كهري وحان سو قد بني موقالو أن تلفشن القاركو داي سو قد بني أن تانجي أدو فربنا بوابين آق رفح لكن وحا ورباني تمرايكم كو إلا دهاي مدحوين بايدن وحولي هاي دبان وغفير صنايا أن تاقرد لكم من التريقة إسرائيل هوبك لقي إيبين يبا هدي واركاس أي قاعدان هذا كان إنهم يتابعوا كعلي كرا إسرائيل إنه وير قادة مثل أوران كرا إسرائيل إن أي دولان قادة وحي كساري ساعداد سيعة جوجلين حماس إنه أغبشر سوجدين تا إسرائيل أي وضط شراش هذا سؤال آدو في عنوي سد حديد برود الله صدع في أي إسرائيل وحي كوان جبه سينا رفح دقال كو قادة سو وحي كشاكتين جوغان أفرتي قلتو قدن بي كهري أولوك حماس هرأي أيان داوداش إجبيان وشاكني مسؤولين كل دوين أوراد إسرائيل أو بينين يا هذا الكاسي، بتوين كي دمان أي لهيد حماس كل جود وابد قبان، سدا أوشي جاي، أفهيان كأورك حماس، قرهان كتائب القسام أبو عبيدة، أنت أمريكا ليراد، بح خبير هذا ماذا حبنا نقول نسكور عسين، إسرائيل أنت أي كرو قيل نيسو وإلا ذاي وير ريان أبابول يا كقاضي يا رفح waxaa ayadana meesha ka maqnaayna sida khabirada hadalku dhigayaan in aynan kala jeclayn ururka xamaas oo hore ay diyaar ugu noqdeen in casharadii ay ugu dhigeen goobaha kale oo ka tirsan marinka qasa inay kuwa ka daran u dhigi doonaan waxaana khabirada hadalku dhigayaan hadalka uu jeedinayo Netanyahu iyo hanjabaad uu jeedinayo waxaa laga dhursubayaa kaliya marka uu ka dhabayo hadii uu dagaal ku qaado rafah waxa uu noqon doonaa dagaal aad u qaraar oo faraha la isaga gubto sida ay khabiirada hadalka u dhigayaan ka qaraar dagaaladii ay kala kulantay meelo badan oo kamida marinka qasa oo ciidanka Israa'iil ay aad ugu jabeen oo ka mid yihiin ciidamadooda hormuudka ama ciidanka commandoska loo yaqaan ee Golan inta amarka la yiraahdo hanjabaad ay Israa'iil jeedinaysay saddex bilood ayay socotaa ila iyo hadda wax ka soo naasa cadaado ma jiraan waqtiga iyo goorta ay qaadan doonto lama yaqaano kulamo ayay la yeelinaysaa waddanka Masar dawladda Mareykanka dhowr goor ayay kala hadashay inay weerarkaas qaadan laakiin waxay tahaba Israa'iil haday weerarkaas qaado ma noqon doono sida ay filayso tan kale oo ayadana xusida mudan ayaa waxay tahay oo khabiirada in isku raacsan yihiin Israa'iil ciidankeeda niyadba uma hayaan ay dagaal hor leh ka galaan marinka qasa taangiyada la soo dhoobaya meesha waxaa sugaya qoryo la yiraahdo Al-Yasin iyo qoryo kale oo aan dagaalka lagu isticmaalin tan kale oo ayadana xusida mudan ayaa waxay tahay Israa'iil ciidankeeda lugta tagay marinka qasa sida ilaha Israa'iil militarigeeda ay sheegayaan iyo khabiradii hore ee militariga ay sheegayaan waxaa kamid ah general dhowr goor sheegay in ciidanka Israa'iil ay jabeen haddana wuxuu qabaa hadii ay dagaalkaasi galaan in ay jabayaan waxaana soo baxaysa wararka sheegaya in dhexda ciidanka dhexdooda isbaakiisha dhexdooda khilaaf ka jiro tan kale waxaa la saluugsan yahay hadda ciidamada loo soo magacaabay mansabyadan oo dalacsiinta iyo sida lagu keenaba aan lala dhacsanayn marka xaqiiqadu waxay soo bixi doontaa marka ay weerarkaas qaadaan laakiin waxa la isku qila waxa la isku raacsan yahay What if I told you of a company that has been helping ordinary Kenyans save and invest in the capital markets for more than 25 years In Israel hadalka iyo bootada ay sheegayso marka ay ka dhabayso in la soo weeyo waa gartay way dhanka aan eegno xootiinta weeraradii dib u soo celiyeen diyaaradan MQ-9 la yiraahdaan waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu casirsan waana markii labaad maxay markaa khubaradu arrintan ka yiraahdeen iyo hawlgalladan cusub hadda xootiyinta wadaan warbixinada soo baxay oo dhan iyo waxa la tilmaamay oo dhan waxaa leeyahay xootiyinta waxay maareeyeen in Mareykanka iyo xulafadii horseedka ahaa iyo maraakiibtii ilaaliyeen inay u diidaan Baab Mandib waxaa la leeyahay maraakiibta maraysa Baab Mandib markab kasta oo halkaasi maraya xootiyinta ayuu la shaqeynayaa oo uu weydiisanayaa codsi
markii la hubsadana waa loo ogolaanaya inuu maro maraakiibtii uu Mareykanku lahaa waan difaacayaa iyo maraakiibtii Israa'iil iyo Israa'iil ku oran waxaa ku soo biiray oo ayagana loo diiday inay badda maraan oo aad hoos ugu dhaceen sida uu Cabdimaalik Al-Xuuti u sheegay warbaahinta 180 wuxuuna afka ku ballaariyay in ay ka maagayaan kana cararayaan deegaanadii ay hore u joogi jireen oo ay lahaayeen waxbaan ka ilaalinaynaa waxa ayadana is soo taraysa oo aanan meesha ka maqnayn in Xuutiyiinta ay dardar gelinayaan weerarada ka dhanka ah danaha Mareykanka iyo danaha reer galbeedka waxa ayadana xusid mudan in wadamadii xulufada Mareykanku horseedka ah marka Britain laga reebo in dalalkii kale oo dhan ay isdaabiyaan oo cidda keliya ee meelaha sheeganaysa inay howlgallo fulinayaan inay yihiin Mareykanka iyo Britain waxa ayadana soo dardargelaysa agabka military ee Xuutiyiintu isticmaalayaan ee raqiiska ah inuu maareynayo inuu soo rido mid ka mid ah diyaaradaha droneska ee macluumaadka ururiya ugu qaalisan oo Mareykanku leeyahay waa markii saddexaad oo ay soo ridayaan droneka noocaana waxaa intaa dheer waxaa wararka soo gashay oo lagu andacoonayay oo Mareykanka iyo reer galbeedka warbaahintooda ay qoreen marka dagaal oo Iran ay leedahay oo bariga dhexe ku sugnaa inuu macluumaad siin jiray siin jiray Xuutiyiinta si ay u beegsadaan maraakiibta iyo goobaha ay ku sugan yihiin laakiin hadda waxaa soo baxaysa inay isku kalsoon yihiin iskuna filan yihiin xikmad iyo aqoon iyo xirfad ku filan leeyihiin waxa iyadana cad in ay dhankooda dardar gelinayaan waxa iyadana soo baxday oo wararka qaar ay sheegayaan in la isku dayay in loo kala dabqaado oo dhexdhexaadiyaal uu Mareykanku ergeystay wixii uu la tegayna waxba kasoo qaad ayna lahayn oo xataa ilihii marka la kulmay oo ay Xuutiyiinta la kulmeen inay ka gaabsadaan inay wax wada hadala ama fariin Mareykanku leeyahay ay dhag jaal qusiyaan marka waxa weeye Xuutiyiinta sida uu hogaamiyahooda hadalkiisa uu ku sheegay in ay ku taagan yihiin mowqifkooda sida sahlan ee lagu xalin karo arrintan waxa weeye in dagaalka iyo duqeynta iyo cunaqabateynta laga qaado marinka qasa waan ka sii dardargelinayaa ugu yiri weerarada ka dhanka ilaa iyo badweynta Hindiya ayaan gaarsiinaynaa maraakiibtan ugu dambeeyay ee la weerarayna qaar ka mid ah badweynta Hindiya ayaa lagu beegsaday waa gartay arrinta qasa soo hadal qaaday dib aan ugu laabanno barnaamijyada ka socda wadanka Mareykanka jaamacadaha maxay daaran yihiin muddo dheer ayaa waxaa jirtay jaamacadaha waaweyn ee Mareykanka ardadooda in ay isku dayeen maamulada in ay ardada u diidaan mudaaharaadyada iyo in ay taageeraan Falastiiniinta oo xataa waxaa la isku dayay hanjabaad nooc kasta ammaanka la kaashado maxaan goleadaa in jaamacadaha ardada laga joojiyay qaar abaabulayaasha waxaas dhan waa shaqeyn weyday khabiirada la socda arrimaha waxbarashada ee Mareykanka kulligood waxay qabaan in uu bilaabanayo kacdoon cusub oo looga soo horjeedo madaxda fulinaysa siyaasadaha ka dhanka ah bini'aadanimada waxaa lagu tilmaamay inay yihiin madaxda wadanka Mareykanka dad waayeel ah oo xataa aan awood u lahayn madax bannaan oo go'aan ku qaataan in ay u afduuban yihiin oo ay ka hoos shaqeynayaan dad aan maskaxdooda si fiican u fakaraynin waxaa lagu eedeynayaa madaxda Mareykanka oo dhan in aynan ahayn dad ikhtiyaarka iyo danaha shacabka Mareykanka u adeegaya waxaa laga yaabaa kacdoonkani inuu horseedo waji cusub oo siyaasadeed oo Mareykanka dhasha Mareykanka ayaa wax badan ku maadeysan jiray caalamka intiisa kale oo dhihi jiray wadamadaasi kacdoon ayaa ka dhashay waxaa ku kacay ardada waxaa khatar ku jirta xukuumadda waxaan xusuusanaa ama daawadayaasha aan xusuusinaynaa madaxweyne Trump markii uu xilka hayay in aqalka cad ee Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda khalkhal la geliyey oo ay isugu soo baxeen mudaaharaadyaal aad u ballaaran
هذا سدي أي على مدى حكوس صعدان وحل ليه أي مركز لفيريو شن إلى باتن قبل إنه هو أودي دنايين دولة فرضا كده السياسة ده هذا مركز أي تمادو أريمه سوقلو تجا هذا أريمه دي بدأ يا لسقه استا بن أبو مجرتو حسوق إسرائيل لقوا هذا إنه مريك متاجر رأي عبد الغبان هنجبادي إيو هنجبادي ومامل كجامعة iyo maamulkii amaanka ay isticmaalayeen washaqeyn weeye waxa laga yaabaa inay waa cusub u horseedo siyaasadda Mareykanka oo isbeddel uu ku yimaado 200 iyo 40 sano kadib in ay hal dhinac u jeeday haddana waxa laga yaabaa jaamacadaha laga hadlay waxa weeye jaamacadaha ay ka soo baxeen masuuliyiinta ugu waaweyn Mareykanka wadanka haga aqoonyahanada dhinac walba jaamacadahan hadda waxaad moodaa professoradii iyo أغنيها ندي وويناء إنه